22 يوما من انعقاد الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة الوطنية لترقية العمل لصالح شباب الدائرة 23 لتقوية قدراتهم الفنية والمهنية حول تطوير المشاريع الاقتصادية ووضع الاستراتيجيات لإدارة الأعمال التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وحول هذا قدم المشاركون توصيات وقرارات طالبوا فيها الجهات المعنية بمزيد من الدورات وفتح فرص العمل للشباب العاطل عن العمل بغية محاربة الفاقة والبطالة في وسط المجتمع. حيث عرفنا أننا كيف نؤسس مشروع، إذا أردت أن تؤسس مشروع فكيف يعني تؤسس هذا المشروع وكيف تبدأ وما هي الخطوات التي تستطيع أن تسير بها هذا المشروع وكيف أن يكون هذا المشروع مشروع ناجح وتستفيد منه ويكون مشروع مستمر يعني. وحول هذا عبر المدير العام للهيئة الوطنية لترقية العمل عن امتنانه البالغ. الجهود التي بذلوها من أجل تدريب هؤلاء الطلاب ونقل الخبرة التي يمتلكونها من أجل أن يكون المتدرب حاصل على معلومات كافية تمكنه من إعداد مشاريعه، تمكنه في الدخول في سوق العمل. وفي نهاية الجلسة الختامية قدمت الهيئة الوطنية لترقية العمل شهادات خبرة للمتدربين والمشاركين في الورشة الفنية.